نحن في حاجة أن نبني ثقة حقيقية في أن كل منا يحب الآخر حقا ويعطيه حقوقه حقا ويعمل على ذلك حقا سرا وعلنا. وأظن أننا في موقفنا الثابت دينيا وسياسيا أكدنا على ما أؤكد عليه الآن من احترامنا للإنسان كإنسان، وأن القضية بين أبناء الوطن الواحد لا تتعلق بمجرد الإحسان أو التوصية بحسن المعاملة، وإنما هي حقوق متكافئة ومتبادلة. أما اختيار كل إنسان في عقيدته فيما بينه وبين ربه فهذه سنة كونية، ولا يمكن لأي ديانة كانت أن يحمل الناس حملا على معتقدهم كائنا من كان، وإلا كانوا على عكس سنة الله في كونه. وكم حاولت دول عاتية أن تضطهد أو تفني أصحاب ديانة ما أو قبيلة ما أو طائفة ما، لكن هذا لم يحدث في تاريخ الإنسانية أن أباد دين دينا آخر أو عرق عرقا آخر أو قبيلة قبيلة أخرى، ولم يجن الناس من ذلك إلا الدمار والهلاك. فلنترك للناس حرية اختيارهم في معتقداتهم دون إكراه، ثم نلتقي على أرضية إنسانية ووطنية وفهم صحيح للأديان التي جاءت رحمة للإنسان.